ومن تركيا ينضم إلينا الآن الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أغلو. أهلا بك سيد أغلو معنا في مساء العراق. كنت أن آمل أن تكون متواجدا معنا حين الحديث مع الدكتور أحمد الصحاف، ولكن لا بأس. التحقيقات العراقية اليوم تقول أنها أثبتت أن المدفعية التي أطلق منها الاستهداف على مصيف في زاخو هي مدفعية تستخدمها القوات التركية. لما الإصرار من قبل أنقرة على إنكار مسؤوليتها عن هذا الهجوم؟ مساء الخير، تحياتي لكم ولضيفكم والسادة المشاهدين. بداية يا سيدي، لابد أن نقول بأن دائما عندما يكون هنالك أي هجوم أو أي ادعاءات بهجوم تركي يجب أن يكون هنالك أدلة دامغة، والنوايا هنا واضحة منذ البداية عندما تم اتهام تركيا قبل الإعلان عن لجنة التحقيق من قبل مجلس النواب العراقي الذي انعقد بعد يوم من هذه الحادثة. ثانيا، تركيا أعلنت بشكل رسمي، هي لا تنكر، هي تقول أن لديها عمليات عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، ولكن تركيا ترفض جملة وتفصيلا العملية الإرهابية التي استهدفت مدنيين وأبرياء في منطقة زاخو، وأخلت مسؤوليتها عن التورط بها، أليس كذلك؟ قضية تركيا طالبت أن يكون هناك لجنة تحقيق مشتركة تركية عراقية بهذا الموضوع، والعراق رفضت مع كل أسف. الموضوع مسيس سيدي، وهنالك بوادر لأن يكون هنالك ما يسمى محاولة تأزيم العلاقات التركية العراقية بسبب هذه الحادثة المفتعلة، وتركيا بريئة منها تماما. أهم نقطة هنا، الادعاءات دائما بحاجة إلى أدلة دامغة. الأدلة أن المدفعية تستخدمها قوات تركية، جميع القوات الإقليمية تستخدم نفس المدفعيات، هذا كلام مرفوض. يجب أن يكون هنالك تثبيت حقيقي إذا ما كان هنالك ادعاءات، أدلة دامغة، ويجب أن تكون لجنة تحقيق مشتركة تركية عراقية. تركيا طالبت ورحبت بكشف عن ملابسات هذا الحادث. أخيرا تصريح الرئيس أردوغان اليوم قال بالحرف الواحد، هذا نهج البيكاكا حزب العمال الكردستاني الذي هو حقيقة واقعة وموجود في العراق، وهو منظمة إرهابية باحتلاف الأمم المتحدة وتركيا والعراق الحكومة المركزية، هذا ديدن هذا الحزب الجماعة الإرهابية باستهداف المدنيين داخل تركيا وأيضا يستهدف داخل العراق. يعني عموما سيد أولو، يعني إعادة العراق هو من يتحدث عن هذه الأدلة، وهو من يتهم تركيا بهذا الخصوص، وليست قناة الحرة بطبيعة الحال، ولكن العراق أيضا وعد بتقديم هذه الأدلة الدامغة التي تتحدث عنها اليوم في جلسة مجلس الأمن. ماذا لو قدمها؟ هل سيختلف الموقف التركي برأيك؟ الموقف التركي سيدي واضح. المعالم تركيا هي دولة تراعي محاربة الإرهاب وفق القوانين الدولية، لا تستهدف المدنيين، أي أدلة تقدم يجب أن تكون من قبل لجنة مشتركة وليست لجنة أحادية الجانب، هذا أولا. ثانيا، تركيا ترحب أن يكون هنالك تحقيق شامل ودولي في هذه العملية النكراء، ولكن تسييس هذا الموضوع، اتهام تركيا بشكل مباشر، هذا وراءه أجندات أخرى. لما لم ترسل حتى الآن أنقرة أي وفد للمشاركة بمجريات التحقيقات؟ طالبت بكل صراحة تركيا، ووزير الخارجية التركي أعلن صراحة جاهزون لإرسال وفد استخباراتي وعسكري وأمني وسياسي ودبلوماسي إذا ما طلبت الحكومة العراقية ذلك. صاحب الأرض هو الذي يجب أن يدعو الطرف الآخر. كيف تذهب تركيا بدون أن يكون هناك دعوة رسمية لهذا الوفد أو لهذه اللجنة؟ يجب التنسيق المشترك، والتنسيق المشترك هو أساس الشفافية. أما التصعيد والتشنج والخطابات الشعبوية والمطالبة بقطع العلاقات وسحب السفراء والتصعيد بكل لا دكتور، حتى من باب الإنصاف الدكتور أحمد الصحاف قبل قليل وهو متحدث باسم الخارجية العراقية تحدث عن استعداد العراق لأي لجان تحقيقية مشتركة للوقوف على ملابسات هذا الحدث. ولكن السؤال هنا أيضا، ماذا لو ثبت وقوف أنقرة وراء الهجوم؟ هل هي مستعدة لتقديم اعتذار للعراق بهذا الخصوص؟ يا سيدي، هذه الفرضية من الأصل فرضية خاطئة. تركيا تريثت وتم استجواب وتم التواصل مع الإدارة العسكرية والقوات العسكرية ورئاسة الأركان التركية. هل هنالك احتمال أن يكون هناك قصف بالخطأ؟ هل هناك احتمال أن يكون هنالك
ربما حوادث فردية أدت إلى كذا، هذه كل الاحتمالات تم تقصيها بالمطلق. وأعلنت وزارة الدفاع التركية والأركان العسكرية التركية ووزارة الخارجية بأنه لا يوجد أي احتمال لهكذا موضوع. وبالتالي عندما تكون الفرضية خاطئة فقضية الاحتمالات باعتذار أو عدم اعتذار غير واردة. نتكلم عن محاولة إلباس تهمة لتركيا وهي بريئة منها، هذا أولا. ثانيا، اللجنة المشتركة لماذا تكون مع تركيا؟ يرحب ضيفك باللجنة المشتركة، لماذا لا تتم دعوة تركيا إلى هذه اللجنة المشتركة؟ دعوة صريحة رسمية إلى تركيا. أما لجنة مشتركة وتدويل الموضوع ومجلس الأمن والتهديد والجامعة العربية من طرف ومجلس الأمن من طرف آخر، هذه أمور تصعيدية، هذه لن تخدم لا العراق ولن تخدم الأمن القومي لكلا البلدين. من إسطنبول تركيا الكاتب والمحلل السياسي يوسف كاتب أغلو، شكرا جزيلا لوجودك معنا.